تسمح لنا خيم القاطرات بالسفر من دون حجز مسبق. من يحتاج إلى فندق إن كان بالإمكان ركن القاطرة؟ كما أننا لا نستطيع الحصول على الهواء النقي وإشعال النار في الفندق. انتشرت خيم القاطرات منذ بداية القرن العشرين، ويمكن القول إنها لاقت رواجاً كبيراً. في خيمة القاطرة يمكن التخييم بوسائل الراحة الحديثة ما يجعلك سعيداً. لصنع خيمة قاطرة يتم تلحيم أنابيب فولاذية بعضها ببعض، ما يشكل هيكلاً صلباً لخيمة القاطرة. بعد طليه وثقله بالرصاص وتجهيزه بالأسلاك، تضاف الإطارات ويتم تثبيتها في مكانها بواسطة المسامير. ثم يأتي دور تركيب خزان المياه. بعد ذلك يتم تركيب أسلاك فولاذية من الجوانب باتجاه العمود الوسطي. هذا العمود يسمى عمود العربة الأفقي. إن رفع عمود العربة الأفقي سيجعل الأسلاك ترفع الجوانب، ما يؤدي إلى رفع سقف القاطرة. تنقل القاطرة إلى المحطة التالية، حيث يتم إنزال الأرضية الخشبية المكسوة بالفينيل على الهيكل وتثبت بالبراغي. ثم تربط حزمة من الأسلاك بالأسلاك المركبة في الهيكل لتشغيل أدوات المطبخ وأجهزة الستيريو. بعدها يثبت الجدار الأمامي الداخلي بالحواجز الفولاذية وبهيكل القاطرة. ثم يتم تمديد الأسلاك عبر الحواجز الفولاذية إلى أنوار القاطرة الجانبية وتركب اللوحة الخارجية. حان الوقت لإنزال لوحة جانب الطريق على أعمدة الرفع وتثبيتها. تتوفر الألواح الخارجية بقطعتين لإنشاء فسحة لباب القاطرة، وتكمل قوالب الزوايا عملية التجميع. ينتقلون الآن إلى الداخل لتركيب إطار المقعد، ثم يركبون الجزء السفلي من المطبخ ويصلونه بالجزء العلوي بمفصلة طويلة لتسهيل عملية التحريك. ثم يدخلون البراد الصغير في الجزء السفلي، ويتحول هذا الجزء من المطبخ إلى مائدة للطعام. هذه هي المنصة لأحد الأسرة. إنهم ينزلونها داخل قنوات في الجدران الخارجية، لكن يبقى هنالك عمل كثير يجب إنجازه قبل أن يتمكن أحد من أخذ قيلولة. هنا يدرزون قطعاً من القماش المقاوم للماء لصنع خيمة القاطرة. يخيطون 5 أجزاء منفصلة، ثم يتم وصلها ببعضها في محطة المراقبة. يفحص المفتشون الدرزات كلها لمنع حدوث أي شقوق. بعد خضوع الخيمة لعملية التدقيق، يركب على القاطرة كل جزء على حدة. ثم تصبح القاطرة جاهزة لتركيب السقف. لبناء السقف تخلط مواد مختلفة، وهذا يستلزم الكثير من الدبق الصناعي، ثم يمدونه على شرائح الخشب الرقيق. كما تحصل ألواح العزل الرغوية على طلية كثيفة. ثم يوضع الزبد على النسيج الزجاجي للسقف، كما توضع الألواح الخشبية على المحيط، وتضاف أشرطة من المعدن للتدعيم. الطبقات الأخيرة المصنوعة من الخشب المصفح المغطى بالفينيل سيشكل سقف القاطرة. تضغط بكرة كبيرة الطبقات المغراة ببعضها. بعد حفر الأخاديد والخدوش في السقف، تمد الأسلاك ويتم تركيب أنوار داخلية بقوة 12 فولتاً في السقف. ثم تضاف زخرفات على أطراف السقف مع حشوة لجعله مقاوماً للماء. تمد أجزاء السقف بشكل صينية وتغطى الزوايا. الآن أصبحوا مستعدين لرفع السقف وتركيب الخيمة، ثم يدخلونها وسط أخاديد في سقف القاطرة بمطرقة هوائية. الآن أصبحت هذه القاطرة جاهزة للتوقف في أي مكان. تتسع لعائلة صغيرة، وهي مجهزة لتناول الطعام في الخارج أو في الداخل.
كما تحتوي على باب شريطي منخلي، فلا أحد يعرف متى تدق المغامرة على الباب.